ولد مايك تايسون في 30 من يونيو من عام 1966، وحصل على لقب بطل العالم للوزن الثقيل للمحترفين وهو في 20 من عمره فقط. ونشأ الرجل في أسرة فقيرة، إذ ترك والده العائلة وهو صغير. وبالنسبة للعائلة، تزوج تايسون 3 مرات، ولديه 7 أطفال من 3 نساء. ثم احترف تايسون ملاكمة المحترفين في سن صغيرة بعد أن ترعرع في ناد رياضي، ثم أصبح بطل الوزن الثقيل للمحترفين. تم اعتقال الملاكم العالمي في يوليو من عام 1991 بتهمة اغتصاب ديزيريه واشنطن البالغة من العمر 18 عاماً. ووجهت الفتاة التي كانت توجت سابقاً بلقب ملكة جمال السود في رود آيلاند إلى تايسون تهم كانت عقوبتها القصوى تصل إلى 63 عاماً. استمرت محاكمة تايسون بتهمة الاغتصاب في المحكمة العليا لمقاطعة ماريون بولاية إنديانا من 26 من يناير حتى 10 فبراير عام 1992. أما عن الألقاب، فلقب الملاكم الأشهر بالرجل الحديدي وكذلك بالأسطورة. ثم نال في عام 1984 الميدالية الذهبية في بطولة القفازات الذهبية الوطنية التي أقيمت في نيويورك. يحكى أن تايسون قد نجح في إعادة اختراع نفسه بطريقة جنونية، خصوصاً أنه نقل حاله من مديون إلى أن أصبح الآن يكسب 20 مليون دولار من مباراة واحدة. يشار إلى أن صانع المحتوى جيك بول الذي تحول إلى ملاكم كان قد ترك وصمة عار دائمة على تايسون بعد تحقيقه فوزاً في مباراة وصفت بالباهتة أمام 70,000 مشجع في تكساس، وملايين آخرين شاهدوا المباراة على شبكة نتفليكس. بدوره علق بطل العالم السابق للوزن الثقيل بأنه لا يشعر بأي ندم بشأن هزيمته أمام جيك بول في نزالهما في وزن الثقيل بعد أن دخل الحلبة للمرة الأخيرة. وبعد أن استقبل استقبال الأبطال قبل القتال، تعالت صيحات استهجان كبيرة على أدائه مع اقتراب النزال من نهايته، فيما غادر بعض المشجعين قبل إعلان نتائج الحكام.